مهم قبل ما نبداو هذا الفيديو اللي اول مره كتفرج فيا ما ينساش يتابونا يدير جيم ويخلي شي كومونتير. كنشكركم بزاف، فرصه ممتعه. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي ان شاء الله غادي نهضروا فيه على مشروع القانون الجديد الوالد فينانس 2020، يعني مشروع قانون المالية ل 2020 لإيطاليا اللي كل شيء كان كيتسنى أنه غادي يخرج فيه معلومات ومستجدات على حساب السناتوريا اللي كنا كنتسناو كاملين 2020. في الفيديو غنهضروا على جوج الحوايج مهمين. أول حاجة شنو خرج في هذا المشروع ديال القانون المالية 2020، واش هضروا على السناتوريا ولا ما هضروش عليها، وغادي نعرفوا واش الا ما خرجتش السناتوريا مع هذا مشروع القانون الماليه 2020 واش غادي تقدر تخرج من بعد ولا لا. المهم اخوتي، انا راه قريت المضمون ديال مشروع بينسينا القانون، ماشي مشروع، هذا قانون ديال الماليه 2020 اللي صافي تسينا ودفوطا وخرج وافقوا عليه وكل شيء. كنا كنتسناو ان ايطاليا غادي تحاول تلقى حلول للازمه الماليه اللي فيها هي دابا، وغادي تحاول تلقى كيفاش غدير باش تدخل موارد ماليه باش تدعم الخزينه ديالها لهذا العام هذا. فكنا كنتسناو ان من بين هذه الحلول، وكما حطوا دوك الجمعيات الانسانيه كحل يساهم في هذا لو سونس هذا، كنا كنتسناو انهم غادي يحلوا سناتوريا باش يدخلوا الفلوس للخزينه العامه ديال الدوله ديالها. الو، هذا الشيء هذا كما قلت لكم قريت المشروع ديال القانون ديال الماليه شنو خرج فيه. الو، خرجت فيه لا طاسا بير لي ماكيني ازيندالي، يعني واحد لا طاكس ولا واحد الضريبه على السيارات ديال الشركات، يعني السيارات ديال الشركات خرجوا لهم الضرائب. لا طاسا سولا بلاستيكا ديال واحد الضريبه على 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 البلاستيك. هادو هما اهم الحوايج اللي تزادوا. وبيان سور كيهضروا على ليفا، كيهضروا على ليفا اللي هي لا تي في لا طاكس سور لا فالور اجوتي، حتى هي هضروا عليها في هذا المشروع المالي. يعني ان الساناتوريا و وتسوية الأوضاع ديال المهاجرين ما داخلاش في هذا القانون ديال 2020، يعني في القريب العاجل ما كاينش هذا الشيء ديال السناتوريا كما كنا هضرنا عليه قبل ما يتفوطى هذا المشروع ديال القانون. كنا هضرنا على الإمكانية ديال أن هذا القانون يشوف بيان سيغ الوجود في البداية ديال 2020، ولكن هذا الشيء ما تحققش. دابا شنو يمكن لينا نقولوا؟ واش في هذه الحاله هذه القانون واش غادي يقدر يعاود يخرج من بعد او لا؟ يمكن لكم نقول لكم ان يمكن هذا القانون هذا يعاود يخرج في واحد الصيغه اخرى، يعني ما يخرجش في القانون ديال الماليه، ولكن غيخرج كاجراء استعجالي اللي غادي يفوطيوه الى شافوا بان هذه الحلول اللي لقاو فهي حلول ما غاديش توصلهم لي زوبجيكتيف ديالهم. حقاش اللي جيتي تشوف كيداروا لا طاكس على البلاستيك. البلاستيك يعني بحال مثلا انا عندي هاد الكاس، عندي هاد الكوفركل هادو ديال البلاستيك، وهادي باش كتحرك راه هادي ديال البلاستيك، يعني داروا 45 سنتيم لكل كيلو. فبالنسبه ليا انا فالحل سهل عند الناس اللي كيخدموا بهاد البلاستيك هذا، فانه بحال دابا راه شفت بالنسبه للشركات الكبار بحال ماكدونالد برجر كينغ اكسيتيرا حيدوا هذا الشيء هذا ديال البلاستيك، حتى ديك المصاصه اللي كتشرب بها حيدوها. يعني الدوله ما غتصور حتى فرنك من هذا الشيء، بالعكس الشركات اللي كيخدموا البلاستيك غادي تضرر بواحد الشكل كبير. يعني لا ماتيغ بروميير ولا المنتوج الخام اللي كيخدموا به غادي يغلى، غادي تزاد عليه لا طاكس ديال 45 سنتيم لكل كيلو، يعني غادي يولي يطلع عليهم غالي. والشركات الكبار ما غاديش يبقاو يستهلكوا، حقاش غيشوفوا بان علاش غادي يخلصوا هاد لا طاكس هادي ويزيدوا الثمن ديال البلاستيك الوغ كو يقدروا يخدموا بلا بيه.
وبالنسبه كما كتعرفوا الشركات دائما عندهم حلول منين يدخلوا منين يخرجوا. يعني الخزينه العامه ديال الدوله راه ما غادي تصور والو من هذا المشروع هذا اللي كيتسناو يدخل لهم الاموال الطائله باش يفك لهم المشكل المالي اللي هما كيعانيوا منه. يعني الا كانوا ما قبلوش هذا القانون هذا ولا ما وافقوش عليه فهو خوف على الكراسي ديالهم وخايفين على رد الفعل وعلى المناصب اللي شادين وعلى لي فوت وعلى يعني الناس اللي كيصوتوا عليهم خافوا من هذا الامر هذا. اما في من هذه الناحيه هذه فالحل اللي حقيقي اللي غيدخل فلوس صحيحه ديال بصح لهاد الدوله هذه فهو هذاك القانون اللي اقترحوه دوك الجمعيات. ودوك الجمعيات عارفين مزيان بان هذاك القانون هو واحد القانون اللي غادي يحاول يفك لهم المشكل، ولكن بالنسبه لهم هما حاولوا يديروا واحد الكومبين جديده، يحاولوا يزيدوا لي طاكس على الناس وغادي يشوفوا. من بعد ما دوز 3 شهور الاولى في 2020 ويبدا داك القانون في حيز التنفيذ ويبداو يخدموا به ويحسوا بان داك الشيء ما خدامش، يقدروا ما بين ليله وضحاها يقولوا لا اسمح لي غادي نحاول نحلوا سناتوريا لان قضيه مستعجله جدا. اسمحوا لي. المهم اخوتي ك يعني ريزومي لهذه الحاله ولا كملخص لهذه لا سيتوياسيون هذه، السناتوريا بدايه 2020 راه ما كاينش. يعني القانون خرج وسالت القصه، السناتوريا ما كايناش لحد الان، كتبقى واش غادي تقدر تجي من بعد او لا فهذا الشيء هذا كيعلمو غير الله. وراه الظروف الماليه اللي كتعاني منها ايطاليا راه غتخليها دائما واقفه اون فاس مع هذا الحل هذا. يعني غيبقاو يشوفوا حتى يعياو الى ما لقاو شي حل اخر، ولا الاتحاد الاوروبي يتحمل المسؤوليه ديالو يحاول ياخذ المبادره ويعاون ايطاليا باش تخرج من هذه الازمه. راه ما يمكنش ليهم يخرجوا منها بلا شي حلول بحال السناتوريا. المهم كنشكر كاع الناس اللي كيتيقوا فينا وكيتفرجوا فينا، وانا راه كنحاول ما امكن نجيب لكم معلومات مضبوطه. المهم غنخليكم دائما الرابط هنايا تحت الفيديو باش يمكن لكم تعرفوا منين جبت هذه المعلومات، واللي عنده واحد يعني واحد لا فولونتي اللي باغي مثلا يقرا المشروع القانون كامل يقراه من الاول حتى الاخر ويحاول يفهم. المهم كثقافه عامه غادي يلقاه لتحت. كنشكركم بزاف وتهلاو في راسكم.